في خضم هذا الطوفان المعلوماتي الهادر، صارت تيهو عنوان المرحلة، هدر إعلامي يعزز الفوضى ولا يخدم الحقيقة. وفي ظل هذا قررنا أن نبدأ مشوارنا منطلقين من قاعدة صلبة، عاقدين العزم على الريادة. سنطرق باب السياسة ونقتحم ميدان الثقافة، ونحلق في سماء الفن، ونسابق في ميدان الرياضة، ونهتم بمعيشة الناس واقتصادهم، ثم نجتمع على كلمة سواء على طاولة مستديرة، مستفيدين من حكمة وخبرة النخبة. في بندر عدن سيكون لنا حكايات، ومن الأرخبيل سنأتي بما يبعث على الدهشة. وبكل خير سنأتيكم في خبور خير، وفي عالم التواصل سنطلعكم على كل جديد. كل هذا على شاشة المهرية. المهرية، لن ترى الدنيا على أرض وصيّة.